ديالي فاتوا شويه الفلوس بهاد الاسعار اللي نطلبوا اليوم الى نهايه غشت قطاع السير يصدر تقريبا 60 إلى 70% اكثر من قطاع الفوسفات باكمله، وهاد الصناعه ما كانتش عندنا هادي 15 عام، هاد السير ما كانش بتاتا تخلق من الصفر، كان في البناء اللي بنايا مع السمكة وبعض المصنعين، ولكن مش غير السوق الداخلي كتخرج لنا لها في حرارة صغيرة في السنة، ولكن اليوم ولا أول قطاع مصدر كيشغل أكثر من 220,000 كفاءة في البلاد. هذا اللقاء هو جاي في إطار إعداد استراتيجية صناعية جديدة اللي هي استراتيجية مبنية على التوجهات الملكية السامية، توجهات عنوانها السيادة، وعنوانها أيضا خلق فرص الشغل دائمة للشابات والشباب المغاربة والكفاءات المغاربة في كل الجهات وحسب التصور الجهوي. هذا لقاء تشاوري مع كل الفاعلين الجهويه ديال جهات بني ملال الخضراء اللي عندها مؤهلات كثيره ومؤهلات كبيره لقطب جهوي صناعي قوي في عدد ديال المجالات. هذا الهدف ديال هذا اللقاء اللي هو لقاء تشاوري هو الاشتغال على برنامج مشترك بين وزاره الصناعه والجهه في اطار تنزيل وإعداد هذه الاستراتيجية لتلائم طموحات والقدرات ديال هذه الجهة، القدرات اللي هي قدرات مهمة لا بحيث القدرات البشرية ديالها، لا بحيث البنية التحتية ديال هذه الجهة، لا بحيث المؤهلات الطبيعية ديال هذه الجهة اللي كتأهلها باش تولي قطيرة ديال التنمية الصناعية ديال بلادنا إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.